السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم السوليد ديزاين برينسيبال أو مبادئ اللي لو اتبعتها ممكن تكتب كود زي الناس المحترفين. والنهاردة هنتكلم عن مبدأ جديد وهو الأوبن كلوزد برينسيبال، وهو المبدأ الثاني من المبادئ اللي هنشتغل عليها في كورسنا. ولأهمية المبدأ دوت خليكم معانا وركزوا جدا جدا جدا. في الحلقة اللي فاتت شرحنا في الحلقة الأولى إزاي، أو خدنا في الحلقة الأولى نبذة عن الأوبن كلوزد برينسيبال، وقلنا إن هو عبارة عن إنه يدفعك هذا المبدأ إنك تخلي كل الميثودز أو الكلاسز اللي عندك مفتوحة وقابلة إنك توسعها، وفي نفس الوقت مقفولة جدا قدام أي تعديل داخلي في الفانكشناليتي بتاعتها. يعني لو عاوز تضيف فانكشن جديده، لا وسع الميثود بتاعتك وضيف ميثودز جديده، بس ما تعدلش في الميثود بتاعتك الاصليه عشان تعمل وظيفه تانية غير ايه وظيفتها. هناخد مثال كده هوت بسيط، وبعد كده هنشرح مثال تاني باستخدام ايه الكود، فياريت نركز مع بعض. لو فرضنا انك بتعمل تطبيق بيقيس مساحه غرفه معينه في البيت او في مبنى معين، فانت هتقوم جاي ببساطة جدا عامل كلاس اسمه روم، وحاطط فيه ميثود بتقول مثلا get rectangle space مثلا، و او get rectangle او calculate rectangle area على اساس ان الغرفة ديت مستطيلة الشكل، ماشي. وساعتها هيعمل لك هيكالكوليت الريكتانجل دوت، هتبقى بتبعت لي الروم بتاعتك، بتبعت الطول والعرض للكلاس دوت عشان يحسب لك المساحه بتاعت ايه الغرفه ديت. ساعتها انت هيجي لك من التيم ليدر بتاعك او من العميل اللي هيشتري منك السيستم دوت طلب لتعديل ايه البرنامج، وهيقول لك ان هو عامل غرف مدوره كمان، فهتيجي تقوم جاي ضايف ميثود تانية في الكلاس بتاعك، ومثلا هتقول ان هو دوت السكوير اريا، وساعتها هتضطر تبعت له بدل الطول والعرض لا هتبعت له نص قطر الاوضة، وساعتها هيطلب منك تعديل تاني وتالت ورابع ان هو يغير الاحجام بتاعت ايه الاوض بتاعتك، فانت كده الراديوس اللي كنت بتبعته او نص القطر بتاعك مش هيبقى له لازمه، فهتضطر تعمل لكل شكل اوضه يعني ميثود خاصه بيها، وده كده مش ظريف ومش كويس. والحل هنا لو احنا عملنا الاوبن كلوزد برينسيبال ان احنا هنعمل انترفيس وهنسميه سبيس، وهنحط له مثلا جوه الانترفيس ده ميثود نسميها اريا، وكل اوضه نعمل لها كلاس اللي هو ريكتانجل كلاس مثلا، سيركولار كلاس، ونخليه بتمبلمنت من السبيس دوت. ولو انت عاوز تضيف اي اوضه تانية بتعمل لها كلاس بالشكل بتاعها، ماشي، وتاساين كل الحاجات ديت للانترفيس الاصلي اللي هو سبيس، تقوم جاي مستخدم الانترفيس بتاع اريا فيحسب لك ايه الداتا بتاعت الانترفيس او المساحه بتاعت الاوضه، بغض النظر ايه لو انت بعت ليست طبعا من الانترفيسز او من الكلاسز تقدر تدخلهم كليست من الانترفيسز، ماشي، تاساين الانستنت للانترفيس وتستخدم ايه الكلاسز او ايه الميثود بتاعت كالكوليت، تقدر تحسب مساحة البيت كله على بعضه مرة واحدة، طبعا ده مع اختلاف ايه اشكال الاوض. وبكده يبقى احنا نفذنا المبدأ بتاع الاوبن كلوز برينسيبال. زي ما انتم شايفين في المثال دوت احنا عندنا هنا كلاس اسمه امبلويي، والكلاس دوت في ميثود ده ديسيمال بيت كالكوليت البونص بتاع ايه الامبلويي. احنا عايزين ان احنا بمجرد ان احنا ناخد انستنت من الكلاس دوت ونحسب
البوناس ماشي يعني زي ما تقول كده ايه، يطلع لنا لما ناخد التو سترينج البيانات بتاع الموظف دوت بعد ما يحسب ايه البوناس بتاعه. وطبعا لو جينا عملنا امبلمنتيشن لل او للكلاس دوت، فهناخد مثلا امبلوي اهوت هيساوي نيو امبلوي، وتعالى نضيف هنا كونستراكتور تاني غير دوت بحيث نسهل العملية اكتر. نضيف منها النيم، نقول له مثلا هنا دوت كده انت اي دي وسترينج نيم اوكي، وهنقول له هنا زيز دوت اي دي هيساوي الاي دي وزيز دوت نيم هيساوي النيم، تمام كده اهوت عشان نسهل الدنيا علينا. ونقول له مثلا هنا ان الامبلوي بتاعنا الكود بتاعه واحد او الاي دي بتاعه واحد واسمه احمد ماشي، وبمنتهى البساطه اقول كونسولو دوت رايت لاين وهنا امبلوي نفتح هنا نحط الاسم بتاعه هنا صفر، هنا البونص هنا واحد، ونفتح قوس كده هوت هنقول هنا امبلوي دوت تو سترينج و البونص بتاعنا هنقول امبلوي برضو هيدا ناخد سطر تاني دوت جيت بونص او سوري دوت كالكوليت بونص، ونبعت له مثلا 100,000 ماشي، ونقول هنا ايه تو سترينج هنا كونسولو دوت ريد كي ترو. نرجع كده التطبيق بتاعنا البسيط ده جدا وهو بيقول لك ادي الامبلوي نيم الاي دي وادي البونص بتاعي اهوت. بعد ما شغلنا التطبيق بتاعنا دوت، افرض ان انت جالك ريكوايرمنت من التيم ليدر بتاعك او من اليوزر بتاعك بان هو عاوز لو الموظف ده نوعه تمبرري ماشي يعني موظف مؤقت، اعمل له مثلا 5% بس في العقد بتاعه، لو هو هيشتغل معانا مش هيبقى الكوميشن بتاعته 10%. فهنعمل ايه في الموضوع دوت؟ بكل بساطة هنقوم جايين مثلا هنا ضايفين، لو بنفكر يعني بالطريقة العادية يعني مش بالطريقة ديت، ممكن نضيف هنا public string وهنا مثلا نحط هنا type ماشي، ونحول هنا get to set ماشي، ونبعت هنا التايب بتاعنا مع الامبلوي كونستراكتور، هنقول هنا string type ونقول هنا this dot مثلا هنا type هيساوي type اوكي. واجي هنا او جاي قايل ايه، قايل له هنا if مثلا التايب بتاعك this dot type مثلا هيساوي temp ماشي، يبقى then without هنا else. طبعا هنا هنعمل return، هنقول له هنا مثلا ايه امسح ده مش لازم return نفس الفانكشن ديت نفس الكالكوليشن ديت، بس هنخليها بقى هنا 5% اهوت. وبكده المفروض ان انت لما ترجع للامبلمنتيشن هتلاقيه عامل غلط. هنا مثلا هنقول طيب اي حاجه، وعاوزين مثلا نحسب مثلا نجيب امبلوي تاني، هناخد ده كده كنترول سي وهنا امبلوي 2 ماشي، وهنا امبلوي 2 وهنقول هنا ده تم ماشي، وهو نفس اسم محمد ونفس ايه السالري او نفس الرقم اللي حققه التارجت بتاعه، ونعمل ستارت كده هتلاقيه هنا ده واخد كوميشن نص دوت ماشي. هي كده اشتغلت، بس شوف عملنا خطوات قد ايه واصبح كده الكود فيه تعديلات كتير جدا، وده غلط بالنسبه للمبدا بتاع الاوبن اند كلوز برينسيبل. فيعني احنا مش عاوزين نعمل كده، احنا عاوزين نستخدم المبدا بتاعنا عشان ما نقعدش كل شويه بقى عاوز اضيف حاجه جديده ومجي فاتح الكود مضيف حاجه جديده هنا ومعدلها ما اعرفش ايه ومدخل هنا وي 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 وي. لا احنا عاوزين الكود ده يكون كلوز، يكون اوبن ان هو تضيف عليه حاجه جديده لكنه كلوز قدام التعديلات. تعالوا بقى نحقق المبدا بتاعنا ونحل بيه نفس المشكله. اول حاجه تعال نلغي التايب دوت لان هو طبعا ده التعديل اللي احنا كان المفروض عدلناه، احنا هنعدله بقى باستخدام البرنسبل اللي احنا عارفينه ماشي
الغي التايب ده خالص، وهنحول الكلاس دوت لابستراكت كلاس. ماشي، هنقول هنا ابستراكت كلاس، والميثود بتاعت الكالكوليت بونص هنشيل الامبلمنتيشن بتاعها. ليه؟ لان احنا هنحولها لابستراكت هي ميثود هي كمان. تمام كده اهو. ونيجي بقى هنا نعمل كلاس جديد ليه، مثلا للموبايل القديم اللي هو مثلا هنقول عليه بيرمننت امبلوي، فنقول بابليك كلاس ليه هنا للبيرمننت امبلوي. والبيرمننت امبلوي بتاعنا دوت هنخليه ينهرت من ايه؟ الامبلوي كلاس. ماشي، وهتلاقيه عامل علامه كده اهوت تقف عليه عشان ايه؟ يمبلمنت الابستراكت كلاس. طبعا هياخد الابستراكت ميثودز بتاعتنا اللي هي ديت اللي هي ايه؟ الكالكوليت ايه بونص. وهنا بقى ها نبدا نكتب الكود بتاعنا الخاص بايه؟ ان احنا نطلع البونص بتاع ايه؟ الامبلوي اللي هو العادي والامبلوي البيرمننت، ويعني حاجه كده تصميميه ثانيه. ماشي، بعد ما نعمل الريتيرن هنا نيجي الاول كده نعمل ريتيرن. ماشي، السالري بتاعي في 01 ام، شو يبقى 10% من السالري. ماشي، هنيجي هنا هن اوفررايد الميثود بتاعت الابستراكت كلاس. ماشي، فهنقول له هنا ايه؟ بابليك سوري، هنعمل كونستراكتور للكلاس دوت اهوت، وهنستخدم فيه برضو الانت اي دي والنيم، وهنقول هنا السوبر او بيز، انا اسف، بيز اي دي ونيم اهو كده. يبقى احنا ايه؟ بعتنا الداتا بتاعتنا للهولدرز اللي او للبروبرتيز اللي موجوده في البيرنت كلاس بتاعنا. ماشي، عشان نبدا نستخدمها لما نعمل ايه؟ تو سترينج، لان ده طبعا ايه؟ دريفن كلاس. وهنيجي هنا بقى ناخد الكلاس ده كده اهو كنترول سي، نختصر وقت ونغير بيرمننت ونخليها هنا تمب. ماشي، تمب امبلوي كنترول سي كنترول في، ونخلي الميثود دوت مثلا هنا صفر انسى، ويبقى كده احنا حققنا الشرط بتاع ايه؟ الاوبن اند كلوز برينسيبل. وهنيجي هنا عند البروجرام، خلاص بقى مش هنخلي ده بقى، امسح ده كده، مش هنا نيو امبلوي، لا ده هنا نيو بيرمننت امبلوي، وده نيو تمب امبلوي، وهنقصين الاثنين عادي ل سوري ده عشان نمسح ده كده، هنقصين الاثنين عادي للبيرنت امبلوي. ماشي، ونستخدم ايه؟ التو سترينج عادي. ماشي، يعني لو عاوز احفظهم مثلا في اري واحد، عاوز استخدمهم كلهم الاثنين مع بعض، مفيش مشاكل، بس ده بيعمل فانكشن وده بيعمل فانكشن ثانيه. ماشي، مبدا تعدد الواجهات، الناس اللي خدت معايا سي شارب او خدت معايا بايثون او خدت معايا اي لغه برمجه ثانيه يعرفين المبدا دوت فيه البوليمورفيزم الخاص بقواعد الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، بس احنا هنا بنحط له قاعده جديده وهي الشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي. وبعدين لو دوسنا ستارت هيطلع لنا ايه؟ نفس النتيجه، بس المره دي واحنا محققين المبدا بتاع الاوبن كلوز ايه principle. والى هنا بتنتهي حلقه النهارده. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنت بوكس تحت الفيديو، ويا ريت الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق، والى اللقاء في مبدا جديد من مبادئ السوليد principles.